غيروش. ايه يبعت لك حمى فضيتي تروحي قتل. ايه لك ايه راح تعلو للجرس. ايه مرحبا خالتي محمود. اهلين سيام. الحمد لله. بعتتني امي على السوق لاشتري لها لبن ونعنع يابس، بس ما لقيت نعنع يابس، قلت دق عليكي اخذ من عندك شوي. نعنع لا تفوتي، خليكي هون، سعي اجريكي اذا بدك تفوتي. نعنع خديسي يا ماما. هاي شوية نعناع فرك لك ياهم كمان، حاجة بكفو. كتر خيرك خالتي ام محمود. خيرك حبيبتي، سلمي لي على امي. الله يسلمك. روحي. لك تطلعي على قبري انتي الهي، والله بيطعم الحظ لناس وناس. مرحبا ابو طارق. اهلين جارتنا ام محمود. سلام جارنا. اهلين، لا تحزيني ما بقدر اقول لك تفضلي لانه هلا مو هون. اهلا وسهلا فيكي. اهلين طارق. انا ما بدي اتفضل ولا بدي هنا ابو طارق، بدي اياك انت. بدك يعني انا؟ ايه انت. شو بدك مني؟ بدي اياك تروح لشقتي. محمود شو عم تقولي انت؟ لك شو قلت غلط انا جارنا ابو طارق؟ الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار والناس لبعضها، وكيف نحن؟ الباب على الباب. هو صحيح الله سبحانه وتعالى وصى بسبع جار، بس يعني هي ما حبيت انا طارق. يعني ما راح تجي على شقتي. خلاص بس تجي هنا بنسهر عندك ان شاء الله. بدي اياك هلا. هلا ما بقدر، عم درس الاولاد لانه ما باخرك بالكثير ربع ساعة. ايه كثير ربع ساعة؟ انت وهمتك، بتخلص بسرعة بترجع بسرعة. جارتنا ارجوكي بلا هالحكي. ها طارق. طيب يا جارنا ساعدني أرجوك، لأنه بجوز شوية الرخ الرهب بشعل النار. أنا يا عيب شو مالي هذا الحكي، ما بتستحي على شيء بتا ابن قدي يا عيب شو. أي جارنا شو قلي، بدك تجي معي ولا لا؟ تكرمي بس تجي هنا بجي أنا وياها طارق. لك حاطة الغسيل على النار ما بقدر استنى. الغسيل؟ وشو دخل الغسيل بجيتي انا، بجيتي انا وانا لعندك؟ خلصت قنينه الغاز متغيرتها، يمكن جارنا انا ما عرفت غيرها ركبها يعني لقنينه الغاز، عم تنفس خايفه تعمل لها حريقه بالبيت، عم تعمل فسا. قولي هيك من الاول. بسيطه، المهم تنتبهي من الغاز لانه الغاز خطير كثير، اهم شيء انك تسكري القنينه مشان ما تعمل فس. يعني ما راح تجي تشوف لي اياها؟ بلا هلا بس تجي هنا بجي بركب لك اياها. لك شو دخلت هنا بتركيب قنينة الغاز؟ ليش هي اللي بدها تركبها ولا انت؟ انا بس يعني. بس شو؟ صار عندك ولدين ما بتعرف تركبها؟ ليش جرب؟ ما بعرف شلون ما بقى. انا اللي بعرف شلون ما بعرف. طارق ان شاء الله تعال ساعدني لكان. هلا بجي بس لخبر الاولاد جارتنا، هلا بخبر الاولاد وبجي لعندك. سبيني سبيني. طارق افتح يا دب. لك افتح قبل ما تغير رأيي يا طارق. ساعة لتفتح الباب يا دب. بتعرف تركب جرية الغاز؟ لا بابا. ليش؟ ما ليش، أنا رايح لعند أم محمود ركب له جرية الغاز. دير بالك على أخوك، أوعى تكسر شيء. ولا يهمك بابا، رح نقعد نتفرج على برامج الأطفال. وإذا أجت أمها خليها تلحقني فورا، إلا بابا عم يركب له الجرة لأم محمود لأنه عم تعمل فس. عيني يا عيني. تنطرف عينك إن شاء الله. ادعي لي بابا. الله معك. هم هم. فوت. شلاح. من رجلك. يلا يلا. فوت. يلا. لك افوت. يعني ما بتعرف جارنا انه انا عايشة لوحدي؟ بلا بعرف. لك من مين عم تاخد الاذن؟ عادي محمود عادي. افوت. وين الغاز؟
بوطنه. لك عم بمزح معك يوم صدق. فوت يلا تعا يلا 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 كا. هي اللي عم تعمل فس. طيب ايش ركبتيها؟ يعني ما عندك بهبهاني مفتاح غاز؟ عندي. وينه؟ بوط النوم. لك تعا بتزح معك حدا بيحط مفتاح بوط النوم؟ تقبر قلبي. خود هي هي المفتاح. هاد خدو. انا هيك ما بعرف اشتغل اذا في حدا فوق راسي. منين بدك تشتغل معي هيك؟ ما حلوله. هاي الجلده دايبه. ورجيني. ممكن تنتظري برا لحتى اعرف ركب الجلده جديده؟ ما بدي اجيب لك جلده جديده. في عندي؟ عندي. تذكره وين حاططها؟ وين حاططيها؟ لك سعديه مسعود. وين حاططيها؟ ايه بوط النوم. لك تعا بمزح معك حدا بحط جلده بوط النوم. ليك هذا الدرج. بعت لك تروح عينك. خود تقبرني جلده جديده. رجعي هلا لورا مشان اعرف اشتغل. اشتغل مين ماسكه؟ هيك ما بعرف اشتغل. ممكن ترجعي لورا؟ كمان شايفك ام محمود؟ كمان ايوه. يعني علي هلا وقتك. خلصت انا. بقي بس لازم نجربها. شلون بيجربوها؟ هلا بتشوفي. لا تستعمل الكبريت أثناء تجريب الغاز. استعمل الرغوة فقط. هيك مشان إذا ما كنت هون وعملت فس مرة ثانية تحطي هيك. يسلموا إيديك. رغوة شايفة ما في فس أبدا. ما أعدمك إلهي. تقبر قلبي. الله يعطيك العافية. فعلا البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. خاطرك وين رايح؟ ما بتروح لتشرب فنجان قهوه؟ بيجي خلص. بيجي انا وهنا وبنشربها عن اذنك. لك نيال مرته عليش وادمي شو بيستحي. هاي وانت بعت لك قتلك شو محظوظه. ايه شو لك شو؟ لا ارجيلي شو على اساس برامج اطفال مطوله المباراه لتخلص؟ السهله بلشت. شو حضركن عشاء؟ حيلا بابا. لك شوط؟ انا بنتي فلافي. منين بدي اجيب لك فلافل انا؟ من عند البياع. ايه بابا انا كمان جاي على بالي اكل فلافل. خدنا مشوار بالسياره بناكل فلافل وبنرجع منه. ماشي قوموا البسوا صبابيتكم خلينا نتيسر. يلا ايه ناكل فلافل. ايه روح. شو بحببكم بهاللعبه؟ لك شوط. لك شوط. الله لا يعطيك عافية. ما قال لك أبوك لا تلعب بالسيارة؟ أنت لا تفسد له ما بيعرف. عن لورا عن. امسك. يلا بابا هيا اكلتوا فلافل. هلا بتفوتوا بتلبسوا بيجاماتكم بفرشوا اسنانكم بتناموا. يلا صباح على خير بابا. وانت ولا ارجيلي ما بدك تقولي تصبحي على خير؟ انت استنى الماما ترجع. وشو بدك منها؟ بدي اقول لها شغله. شو هالشغله؟ شغله تصير بيني وبينها. لا صدقوا بابا سلي ما بده يقول لها شيء للماما بس بده يتفرج على المسلسل. ها دنجر ولا؟ أو قوام على فرشتك. سعد وانت كبير دنجر. ها؟ أي لا عاد تفسد على اخوك. ايه
تأخرت أنا خانوم. تضربوا انتوا البرامج. انا جميل، شو انت نايم هون؟ لا بس سهيت شوي. ناموا الأولاد؟ ناموا. عشيتهم؟ عشيتهم. أما شو جماعة يا جميل بتاخذ العقل؟ ورجتنا على موديلات وفساتين ما في منها غير بالبوردة. يعني انبسطتي؟ كثير. إيه؟ الله يبسطيك. حدا حكى معي؟ لا، وين رايحة؟ بدي غير ثيابي. عادي عاوزك بحديث. بس غير ثيابي جميل. هلا عادي أعمل لك عاوزك. وهي قعدت. هنا؟ انت بتعرفي قديش انا بحبك ما؟ هلا هذا هو الموضوع المهم اللي بدك تحكي فيه بعرفه. عدي هلا اسمعي للاخر. هي عادت. انا بيني وبينك في مشكله كبيره. كبيره كثير ها. واذا ما لقينا لها حل بدها تكبر اكثر واكثر. خير جميل، شو المشكله؟ عامل لك شي عملي؟ مو هذا قصدي. المشكله انه كل ما عم نبعد عن بعض اكثر واكثر. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بصراحه حاسس كانك ما عاد حبيتيني مثل اول. ومين قال لك هالحكي؟ ما حدا قال لي، أنا حاسس. إيه لا حبيبي مو صحيح، أنا لساتني بحبك وأكثر من أول. ارتحت؟ لا ما ارتحت. مو هيك اللي بيحب التاني. اللي بيحب التاني بدير باله عليه. مو طناش ما بيسأل عنه، لكن بيهتم فيه. حضرتك اليوم إجيتي كلمتين مع بعضنا مثل العالم والناس ما حكيناهم، وبعد الظهر إجت رفيقتك وأخذتك. وأكيد هلا بدك تفوتي تنامي. لك كأني مالي موجود أنا، كأني لحالي. ايش بك جميل؟ رح تعملي منصة المحشي قصة ورواية؟ بكره بطبخ لك اياها. هلا هيك فهمتيها؟ عوجها. قطعت الكهرباء. كملت! شو هذا جميل؟ خير شو في؟ شو لابس؟ طقم. شو بدي البس يعني فستان؟ ايه بعرف انه طقم بس امبارح لبسته. واذا لبسته امبارح بلبسه اليوم شو فيها؟ فيها كثير، لازم كل يوم تلبس طقم جديد، ما بيصير موظفاتك يشوفوك كل يوم نفس الطقم، ما حلو بحقي، بعدين بيقولوا انه مرتك ما عم تهتم بلبسك. يلا حبيبي قوم غيره، ما حلو كرمالي، يلا قوم. قوم! هلا مشي الحال. لا جميل ما مشي الحال، فوت غير طقمك واحلق دقنك. دقني ناعمه ما بدي احلقها. لا لازم، لا لازم كل يوم تحلق دقنك. بعدين حبيبي جميل انت لازم تكون جميل بعيون الناس، فريد رفيقة من رفقاتي شافتك شو بدهم يقولوا عني؟ انا ما بيهمني حدا من رفقاتك، انا ما بيهمني بهالدنيا غير انت وبس. جميل لا تعذبني، قوم تغير طقمك حليق. شو؟ دقنك وحط بارفان وتعال اشرب قهوة. مرئية اليوم؟ لا ما رح مرقها، مو امبارح قاعد عم تشكي وتبكي اني ما عم بهتم فيك، هي انا عم بهتم فيك، فوت غير طقمك. حاضر. حط بارفان. حاضر. وحلق دقنك. لساتها ما طوى الكهرباء؟ عليك. بس ما راح لقداني، الكهرباء مقطوعة وما بتص. راح مرق لك ياها اليوم. يسلموا. لا تنسى تمر على بيت أمل. مين أمل؟ سكرتيرتك. وشو المناسبة؟ بدك تشق على أمها، ما خبرتك امبارح إنه أمها مريضة؟ وخد لها معك بوكي ورد. ما في داعي، بكره بتداوم وبسألها عن أمها. لا في داعي، مو أنت بتقول على أمل إنه كويس مريحتك الشغل؟ أشهد بالله من جهة مريحتني مريحتني. أحسن شي فيها إنها لطيفة ومزوقة وبتفهم علي قبل ما هبلت أمي. وهيك سكرتيرة لازم الواحد يضل مداريها ويقدرها مشان تضل مريحته بشغله، مزبوط؟ مزبوط.
معناته اليوم بتروح لعنده بتستفيد امك وبتشوف اذا لازمها مصاري بتعطيها. انا واثقه اني رح تقدر لك هذا الشيء وتخدمك بعيونك. بس هي ما عم تخدمني ببلاش، عم تخدمني وتاخذ راتب. اي بس اذا قصدت تخربط لك كل امورك بتخربطها. ايه اذا قصدت بتخربطها رسمي. معناته اعمل اللي بقول لك عليه. وما بتزعلي اذا رحت لعندها على البيت؟ وليش لا ازعل؟ انا اليوم بدي اتغدى كوسه محشي. ايه تكرم عيونك. جيب لك شيء معي؟ لا بدي سلامتك. خلص ظابط. خاطري. الله معك. الله يحمي اياك. سلامي. لك ظابط خلص. يلا. كوسه محشي كوسه محشي. شو بحب هالاكل. شوف شو رح صاب كوسه يا غد. أنا معجبون يقطعوا الكهرباء غير لما بدي ساوي كوسة محشي. شو بدي أعمل؟ إيه ما بتمرق علي؟ كل الحق على مؤسسة الكهرباء. إيه ما عجبون يقطعوا الكهرباء غير لما بدي أطبخ محشي. هلأ إذا إجا جميل وما لقى الكوسة المحشي رح يتضايق كتير. هلأ حتى أجيتي إن شاء الله تجيكي مجية وتقرصك حية بعد ما خموا الكوسيات؟ دايا شو بعمل له؟ هذا يلي صار. الحقموا علي على مؤسسة الكهرباء يلي قطعت الكهرباء طول الليل. أنا شو ذنبي؟ يلا رح أطبخ له حي الله أكلي بدالها. الجمعة الجاي بطبخ له كوسة محشي. بس والله حرام جميل كتير مشتهي وموعود يأكله اليوم. يلا خليها تبين معه. رح انزل اشتري كوسة واطبخ له المحشي اللي بحبه. بلكي اذا قضى شهوته اشتري لي الخاتم اللي جاي على بالي. ضرب انا حظي. شو معنا بالبيت؟ حاكم زيارات كتار. لك ايه احترق الجرس. ما دام حطوا ايدهم عليه خلاص ما بيعودوا بيه. اهلين هنا. انت اللي رنيتي للجرس؟ ايه انا ام حمود بس تاخرتي كتير. عندك حدا؟ لا ما عندي حدا. كنت بهداك الصوب. منلي الحدا يا حصرتي. فوتي سعي اجريكي بس. تفضلي اشربي مع الفنجان القهوه هلا. ها قبل شوي شو كنت عم اقول؟ عم اقول لحالي الله يبعث لي حدا يشرب معي فنجان القهوه. ام محمود انا قاصدك بخدمه. القهوه عندي. تكرم عينك. انت بتأمري امر. شو بدك؟ بدي اياكي تساعديني بحفر الكوسه. من عيني هي قبل هي. روحي سبقيني على البيت قصي راس الكوسايات وغسليهم نطفيهم وجهزيهم. انا راح اغسل ايدي والبس باجري وبلحقك. ايه ماشي. عندك حفاره كوسه؟ ما عندي غير وحده. معناتها بجيب حفارتي معي. عم انتظرك. سبقيني لاحقتي. اجت الرزقه. بلا الطبخ اليوم. يعني لقيتها؟ أهلين
ام محمود تاخرتي، فكرتك ما رح تيجي تساعديني. لا شو ما اجي، انا ما صدقت ولقيت تسلاي اتسلى فيها. لو سهلة تفضلي من هلا بيجي في ثواني. شو هاد؟ خزيت العين من عيني ها.